أنا موضوعي ما طويل لكن لازم أعلق عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيسألنا السكوت عن الباطل وعن البدع هو سبب لضياع الأمة وسبب لضياع الدين في قلوب كثير من هذه الأمة. والموضوع هو بعد ما وزير الإرشاد والأوقاف طلع القرار بتاعه بمنع الحلقات في الأسواق، في ناس عملوا شوشرة بعد ذاك وهم جماعة أنصار السنة المحمدية ومحمد مصطفى عبد القادر وغيره. أنا مضطر إنه أتكلم أعلق على الشوشرة العملوة دي لأنه عشان الناس ما يظنوا إنه ده منهج أهل السنة والجماعة، لأنه هم عاملين فيها بيمثل أهل السنة والجماعة، فلو سكتنا دي مفسدة عظمى. أما كونهم هم بالشوشرة دي رجعوا الحلقات، أنا بقول ما في باطل بينصر دين، ما في باطل بينصر حق، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالشغل اللي عاملينه أنصار السنة وطلع بيان مع مصعود القادر والهواري وغيرهم ده شغل باطل، لأنه أول حاجة طاعة الصبر، عفوا الصبر على الحاكم، ده كلام بالعموم في الدين يعني، مش الحاكم الفلاني أو العلاني في دولة ما، لا، الصبر على الحاكم ولو كان ظالما ده واجب، واجب تصبر عليه وتصبر على أي شيء يسوءك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. العلماء قالوا الأثرة في أمور الدنيا، والأمور التي تنكرونها في أمور الدين. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه مسلم في الصحيح في كتاب الإمارة. نصح الحاكم في العلن، لو شفت خطأ تجي شهير به زي ما عمل الدجال الفتح عبده وزي ما عمل الهواري وكذب قال إنه بيجوز الكلام ده، كذب ما بيجوز. نصح الحاكم في العلن لا يجوز، حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له نصيحة لذي سلطان، ذي سلطان ده الحاكم الفوق الوالي الوزير، شفت كيف؟ لذي سلطان، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، حرام تنصح ذوي السلطان في العلانية. هي الأمر ما قشرة يكشر بها أنصار سنة ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك، الأمر ما قشرة، وأنا بعتبر الشغل ده كله قشرة منهم. ليه؟ لأن أنصار السنة أول حاجة ما عندهم حلقات تذكر في الأسواق، هي أول حاجة، ولو عندهم حلقة ذات وجدت ما فيها كلام في التوحيد مفصل زي كلام الأنبياء والرسل إطلاقا. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون بهذه الصورة المفصلة، صورة الأنبياء في الدعوة للتوحيد الواضحة ما عندهم، بالعكس. عشان أوريكم ده شغل بتاع نفاق ورياء. الآن أنصار السنة عندهم كم جامع؟ هم محتاجين لحلقات؟ نحن المحتاجين للحلقات، نحن ما عندنا ولا جامع واحد ولا جامع واحد، خلاص ما عندنا جامع منبر وثابت وحقنا كده، ما في، لا يوجد. عندهم كم جامع؟ في كسلة أكثر يمكن من 100 جامع ولا كم، حسب ما هم بيقولوا يعني، في الأبيض كم، في الخرطوم كم، جمعية الكتاب والسنة عندها كم، آلاف الجوامع، ناس الصافي عندهم كم، دير كلهم الحزبين دير عندهم مساجد، المساجد دي هل فيها توحيد؟ والله لا يتكلمون في التوحيد إلا كلاما عاما أو إلا في اسم التوحيد، لكن التوحيد وتفصيله زي ما كانوا الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيفعلوا ده ما في، بل أسوأ من ذلك. أنا بديك تجربة عملية
عشان تجيب ان الشغل ده شغل كذب، شغل بتاع نفاق. زي المثل اللي قال يقتل الكتيل ويمشي في جنازته. بديك بيان بالعمل، شيل كتاب بتاع البرهين مثلا، امشي اكبر جامع واتخن جامع بتاع انصار سنه نجف، وامشي ده بيان بالعمل. امشي اخونا نبيل ده مش ماشي مسجد المركز العام لجماعه انصار السنه الاسبوع اللي فات ولا بتين، اتكلم عن التوحيد وعن البرع وغيره، واحد امره امر من الاماره قال لا امشي اتبرى من الزول ده، وقف في النص قال نحن كجماعه كجماعه انصار السنه الزول ده ما تسمعوا له، قالوا ولا ما قال نبيل؟ ده لسه حس ده بيبكوا على الحلقات ولا ده شغل بتاع كذب وظهور في الاعلام، ولا نترك هذا الوزير كذاب ساكت انت يا اخي. نحن عندنا حلقه بال 17 الحزبيين ما بلغوا فينا ولا ما حصل عشان يوقفوا الحلقه، والحلقه الان وقفت. انت كذاب مجرم، ده كذب يا جماعه، ما تسمع الكذب ده والله كذب. ولا بيرجعوا لهم دين ولا بيقيم لهم دين طالما كانت دي حالتهم بهذه الحاله الا ايتهم. فنصح الحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحه لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيدي يد السلطان ولينصح فيما بينه وبينه في السر. ده الزول ما دار رياء ولا نفاق، زي ما قال أنس بن مالك قال قد كلمته شنو سرا، حديث البخاري، فقال يأخذ بيدي، تكلموا بالسر بينك وبينه ما بين سلطان. قال فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه، ده الدين. لكن تجي في غناء اسمه اس شنو 24 ولا 88 وغناء شنو غناء شنو في الجرائد نشجب وندين هذا القرار، ده منهج الخوارج. شيخ الفوزان قال اللي بينصح الحكام في المنابر وفي العلن قال ده الخوارج. انت رايك شنو ده الخوارج؟ شيخ الفوزان قال كده، فده باطل ومستحيل يقيموا دين بالباطل ومستحيل ينصروا حق بالباطل ابدا ابدا. ولا ترجو نصرة حق من ناس شغالين بالباطل يا جماعه. يا اخي ربنا قال ان تنصروا الله، ده شرط، شرط لو ما توفر ما في نصره. الله قال ينصركم ويثبت اقدامكم، لكن ده من باب يقتل القتيل ويمشي في جنازته. انا الليله هسه الليله دي مشيت مسجد انصار السنه في ابو ادم مربع 8 صلاه العصر الليله، قلت للامام اذنك يا امام دي قدر ده قد ودقني دي 5 مرات، قلت له يا اخي دار يتكلم؟ قال ليلى ما تتكلم. يا اخي التوحيد؟ قال ليلى. قلت ربنا قال ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر بها اسمه؟ نعمل له كده يعني احنا ظالمين والله العظيم جد. يومات واحد صرح بها عديل، منعنا في منطقه من مناطق الجزيره مسجد المركز العام لجماعه انصار السنه، قلت له احمد البدوي قام يتكلم، قال لي ما تتكلم. بعد ما طلعنا برا قلت له ربنا قال ومن اظلم ممن منع مساجد الله الايه، قال لي نحن ظالمين والله يا جماعه. يجي يكذب في وسائل الاعلام لقوها حلوه، لقوها حلوه، اسمع العثمان بارز وداك ظاهر ونجب هذا الوزير، واحد ضرب له الوزير عادل بقى يناقش فيه ويناظر فيه قدام الناس، ما يجوز، لا يجوز. وكلامنا ده ما خوف من حاكم ولا محكوم، ده دين الله، خوف من رب العالمين يا جماعة. وشوف دائما في وقت الفتن، شوف دي قاعدة وخذها، دائما في وقت الفتن بيسهر المنهج الباطل من الحق، بيتجلى للناس. الدجال ده كان بيقول شنو؟ كان بيقول عبد الله يوسف ينصح الحاكم وهذا لا يجوز وليس من أجل السنة ويخرج على الحاكم. الآن أول واحد في الفتنة دي خرج، ملص نعلاته وخرج، عض جلابيته، أول واحد خرج دجال الفتحاب. يا أخي نبز الوزير نبز، ده ما يجوز يا ناس. أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغشوا أمراءكم ولا تبغضوهم ولا تسبوهم ولا تلعنوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، فرج قريب. ده منهج على السنه. الفتنه بتاعت مصر محمد حسان ومحمد زين يعقوب والحويني و كانوا مدسين قريب كم و 20 سنه مدسين، نحن سلفيون، نحن سلفيون. اول ما جاءت الفتنه دي والخروج على الحاكم طلعوا فوق السرير قالوا حبكم في الله اخرجوا تخرج روحك
صح ولا ما صح؟ ظهروا ولا ما ظهروا؟ بعد يلا عين بعد ما ظهروا مالوا اتكسروا. حتى دعوتهم اللي كان بيدعوا لها زمان الأشرطة تعاد الشيء ما وتبكي وتع كل ما لا انتهت. عشان كده سحنون قال إذا أراد الله قطع بدعة أظهرها. ديل مش الآن بدعتهم ظهرت، ديل إن شاء الله يدوب ينقطعوا زيادة مرة واحدة على القطع الأصل انقطعوا. فالفتن دي بيصروا فيها أهل السنة. تصبر يا أخي الإمام أحمد دقوا ألف صوت في مسألة كفرية ذات خلق القرآن، صح ولا ما صح؟ كان يدافع عن الدين وعن الإسلام. قالوا له الحاكم، قال لو كانت لي دعوة مجابة لدعوت بها لشنو؟ لصلاح الحاكم، لأن بصلاح الحاكم تصلح شنو يا جماعة؟ الأمة، وبفساد تفسد الأمة. ده منهجنا والله، لا رياء، وده المنهج الوحيد على وجه الكرة الأرضية، المنهج الحق. نصبر، والزول اللي بيصبر هو اللي الله بيفتح له. أنت قايل، أنت قايل الأبواب، الأبواب تحت الرزق، أبواب الدعوة، أي باب فيه مصلحة للعباد والبلاد، أنت قايل الباب ده بيتحاكم أو محكوم؟ لا، ده بيد الله. فأنت لما تصبر طاعة لله وتمسك لسانك عن سب الحاكم وعن لعنه وتعمل النصيحة السرية العام باسم المركز العام، ما باسم شخص، مجعزه أصنوا عليه، قالوا نشر الإسلام وهو نشر الكفر الترابي. شفت كيف؟ قالوا ده ظاهرة لن تتكرر. شنو ما عارف كده مجرى؟ قريب للكلام ده صح؟ زول كافر زي ده وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين وسب الإسلام، نحن نسأل الله إنه ما تتكرر. ذاك فرحان، فرحان إنه دي ظاهرة عجيبة قال في نشر الإسلام. ده ممثل المركز العام، دي فتنة أصهرت ضلال النازل ولا ما أصهرته؟ أصهرته. الانتخابات لما جات القبل الفاتح ساقوا النسوان دخلوه مترشح في البرلمان وفازن نسوان المركز العام بلغيس أحمد الديجاني. ده حصل ولا ما حصل؟ فأهل السنة بيصبروا والله بيفتح عليكم. صح حارة هي، لكن ده دين الله يجب. الله بيفتح عليك، والله الله يفتح عليك فتح. قفل باب تفتح أبواب من السماء، من السماء. يا أخي ربنا على كل شيء قدير، وذي دعوة ومعقول ربنا يضيعها؟ ومعقول ربنا يضيع أهل الدعوة الصادقين المخلصين أيا كانوا؟ معقول ربنا يضيعهم كده برا كده؟ معقول ربنا يضيعهم؟ ما بضيعك يا ناس، ما بضيعك، لكن دي ناس مجرمين، حزبيين مجرمين مغيظين. وده منهجنا، ده منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الأنبياء والرسل، وكان عليه أهل السنة والجماعة من بعد ما اتبع الأنبياء والرسل، وكان عليه الأئمة، وكان عليه التابعين الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وكان عليه الإمام أحمد. صبر مثل هذا الصبر وأشد من هذا الصبر. جزاكم الله خير. أيوه. الكلام حاكم مثلا ولا سعيد الخدري أيوه هو مثلا يستدل بالكلام أبو سعيد الخدري. أنا الأثر اللي وجدته هاي تعرف شيخ أبو بكر فينا يزيد أو أحد المشايخ إنه أبو سعيد الخدري قال له، قال له شنو الأثر؟ غيرت السنة ولا شنو؟ وده ما أبو سعيد أنا اللي هجاني غايته، أنا حسب ما وجدته إنه ده رجل خلاص هو اللي قال كده. أبو سعيد قام ساقه في رواية، ساقه من جلابيته رواية أورد ابن حجر في الفتح على ما أذكر، ساقه مسكه من ثيابه وقال له غيرت السنة. ده كان بينه وبين أبو سعيد. حتى ابن حجر قال ففرق بين نصيحة هذا الرجل وبين نصيحة العلماء كأبي سعيد. ده أنا اللي وجدته والله تعالى أعلم. لكن لو صح إنه بعض السلف، لو صح إنه بعض السلف نصحوا الحاكم في العلم أيا كان بعض السلف منو، لو صح عن بعض الصحابة، لو صح عن بعض التابعين، لو صح عن الكرة الأرضية كلها إنه نصحت الحاكم علنا، الرسول قال شنو؟ من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية ولينصحه فيما بينه وبينه. نقدم كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندهم حجة، ده كلام الرسول. يا زول ابن عباس لما الجماعة قالوا، قال أبو بكر وعمر في مسألة، مسألة الحج، ابن عباس قال لهم شنو؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وفي رواية قال لهم إنكم على شفا هلكة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وديك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مش زول سهل، ما رضى إنه يعارض بعض الناس
كلام رسول الله بكلام أبو بكر وعمر، قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لكن أهل البدع زي ما قال شيخ أبو بكر بيتشبثوا بشنو؟ بأشياء يمسكوا نص حتى لو ضعيف يقوم ماسكه مكان كشبيه وعارفه ضعيف لكن بملا جيبه، ده الموضوع. بيكسبوا شهرة، عارفه ضعيف بيكسبوا شهرة. وذكر الدكتور المين الماحي وذكر كله باطل، قوم على حيلة كله باطل. والمجرم بتاع الدجال الفتح عبدك كلامه ده باطل والله، ده من أسوأ المناهج، ده منهج الخوارج. وعنده منهج خوارج تاني من أصول الخوارج تكفير، تختلف معاه ويقول لك كافر لا يغسل ولا يكفن، تقول الصابون حقه عرفت كيف؟ ولا يدفن في مغابر المسلمين، بس تختلف معه يقول لك مجرم. ودي من أعظم علامات أهل البدع، قالوا تكفيرهم لشنو يا جماعة؟ لأهل السنة، أهل البدع بيكفروا أهل السنة. بعدين في قناة اسمها اس 24 امبارح برنامج منزل في اليوتيوب، جايبين واحد اسمه خنجر، وداك معود البلة، داك اسمه مبروك طبعا، داك جزاه الله خير بيجيب قوت. ونحن نتفق مع العقلاء، ما في عقلاء بالصوفية، عاقل واحد ما في، اللي يفتحوا بلاغ ليوم الدين عاقل واحد من الصوفية ما في، لأنه زول مشرك ويقول غير الله يخلق، ده يكون عاقل كيف؟ وما كلهم مشركين، لكن شيوخهم اللي بيعتقدوا العقائد دي وقامت عليهم الحجة دي مشركين. فهمت كلامي أنت؟ ده كلام فارغ وكلام باطل ساكت. فيقول لك نلتقي مع عقلاهم، زول عاقل يبقى صوفي كيف؟ صوفي ويلبس أخضر ومرقع ويبقى درويش ويبقى وسخان وعفن ويدعو غير الله يخلي الحي الذي لا يموت، يقول لك نتفق مع العقلاء. جايبينه في الاس 24 دي معاه الخنجر قاعدين الاثنين بينبذوا فينا، والمذيع معاهم ثالثهم وثالثهم مذيعه ينبذوا فينا الثلاثه بالاسماء. عديل قال ابو بكر اداب مزمل الفقير والشباب منو عديل كده، ونحن ما نتكلم عنه بالاسماء مش يفتحوا بلاغات. ده ما اجرام، ده ما اجرام، مش دارين بلاغات؟ انتوا دارين بلاغات؟ نحن لو ما خايفين انه الناس يقولوا فقدنا الحجه زي ما قالوا في الصوفيه فقدوا الحجه والمنطق، ولا كان فتحنا 800 بلاغ، 800 بلاغ، بلاغات رده كثيره. دول محمود نور الدايم قال غير الله بيخلق، البرعي، الاتباع، بلاغات ما عندها حد ذاته، لكن احنا بنقارع الحجه بالحجه. ده الحاصل، لكن لو في زول من اخواننا ده يفتح ما بنمنعه، ما انت بطريقتك، ما بنمنعك ولا بنقول لك حرام. أنا كلامي انتهى، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه يا محمد. أيوة صحيح، أنا الأثر ذاته لقاني كده. أيوة أنا الأثر لقاني إنه أبو سعيد جرمي الثياب وكلمه، لكن في رجل قام غير أبو سعيد وقال لي ما هكذا وأنكر عليه قدام الناس، أبو سعيد قام جرمي الثياب. لكن لو فرضنا حصل من أي أحد من السلف الرسول قال ما بجوز تنصح الحاكم في العلن، ما بجوز، أنت لا تخلي كلام الرسول وتقول لي فلان هو دون الرسول فعل ذلك، ده ما كلام بتاع جرام يا جماعه، ده هوى وبدع وضلالات، وده منهج الخوارج. عشان كده انصار السنه الان شيوخهم الكبار والبتاعين بتاعهم الاداريين ديل غالبهم الاعظم اتباع منهج سيد قط وحسن البنا ومنهج الاخوان المسلمين. وكل ما يحصل فتنه وحدث الحمد لله ربنا بورينا شنو؟ دليل واضح من الواقع انه نازل على غير منهج اهل السنه والجماعه، رضوا ام ابوا. جزاكم الله خير، بارك الله.